ان شاء الله كده دايما النادي الاهلي يفضل متعافي وفي افضل حال، لان ده بيبقى شيء مهم جدا لمصر كلها ومش للنادي الاهلي فقط لا غير. انا سعيد بيوم النهارده لانه يوم وفاء، وانا الحقيقه من الناس اللي بيقدروا قوي قيمه الوفاء. فالنهارده كان في وفاء لاجيال كثيره جدا، كان في وفاء لاسم من ابنائنا الراحلين الاستاذ محمد السباع عليه رحمه الله، كان في وفاء لقيمه، كان في وفاء حتى لاسم الوفد نفسه يعني. فالنهارده ده ابرز مكان في هذا اليوم، ده اللي اسعدني جدا الحمد لله. اعتقد انه فعلا وجود هنا بريده ساعدنا جدا، ويعني قرب المسافات، وبقيت انت عارف الخريطه عامله ازاي. فبرجع تاني اقول انه لازم نحافظ على القامات في كل المجالات، سواء رياضيه او سياسيه او نتكلم على قيمة رياضيه في افريقيا وفي العالم العربي الكروي. لازم نقول هنا بريده، نتكلم على قيمة رياضيه محليه مصريه، لازم نتكلم على محمود الخطيب، وكلامي واضح ورايي واضح ولن يتغير، ساظل مساند للنهايه يعني، سواء للكابتن الخطيب، لمجلس الاداره بصفتي عضو وبصفتي لاعب سابق في النادي الاهلي. طبعا ده امر بالنسبه لي فرض وليس سنه يعني، واعتقد انه دي ناس محترمه وناس بتادي بكل جهدها بكل طاقتها للنادي الاهلي. فوز بالبطولات، فوز بمباراه او خساره مباراه، ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن سياسه العمل اللي شغاله داخل النادي الاهلي، احترام الجميع، اتصور ان دي رسائل بتوصل للكل. بعيدا عن المناصب وبعيدا عن كوني نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، في عملي لازم اكون محايد بنسبه 100%، ولكن في قلبي طبعا بيظل النادي الاهلي، وببقى سعيد جدا كل الانديه المصريه بالتاكيد، لكنه النادي الاهلي عن جدارة استحقاق فاز بهذا اللقب. النادي الاهلي وصل نهائي افريقيا، النادي الاهلي بطل الدوري العام، وبالتالي كان منطقي انه يفوز بهذا اللقب. كاهلاوي طبعا ببقى سعيد لاي حاجه بتسعد النادي الاهلي، كواحد اتحاد الكوره ببقى سعيد جدا لاي حاجه بتسعد المصريين جميعا، لكن هي لحظه تكريم النادي الاهلي، وكان لابد من المشاركه في الفرحه والسعاده.